العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا الدين الصحيح. قال الله قال رسوله قال الصحابة، قال الصحابة هم أولو العرفان، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ تقول قال الرسول يقول كذا وفلان يقول كذا، وفلان رجل وداعية وعالم وعليه من الأبهات لكنه ضال والعياذ بالله، ما له قيمة عند الله. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان؟ خذ النصوص واترك آراء الناس، لكن ستصبح غريبا بين الناس. اصبر، اصبر على دينك وعلى قول الحق، ولو حصل عليك ما حصل لا تعدى على الناس، أنت لا تعدى على الناس، ولكن الزم الطريق الصحيح. نعم.